السلام عليكم ورحمة الله، معكم علي عبيد، لاعب المنتخب الوطني ولاعب نادي فالنسيان الفرنسي. مع بداية تفشي فيروس كورونا ووصوله لفرنسا التي تتواجد فيها، كيف عشت ذلك الوضع مع ناديك فالنسيان؟ مع بداية تفشي الفيروس كان صعيب شوي لنا، والله كان صعيب عادة تفشي من فرنسا وعادة أسبوعين إذا بشيت مع ذلك الوقت من التدريبة. كانت تدريبات صعيبين، كل حد خايف من المس الثاني ياسم شيء، وحتى كرة الملابس ياسم شيء كنا نعدلوه وما فينا نعدلوه، حتى السلام الدوني كنا نسلمه بيجينا ما فينا، وكان صعيب شوي. متى بدأت الحجر المنزلي وهل تأقلمت معه؟ والله ولي يوم ولي طوال، كل نهار ونهار طوال من الثاني. كيف تقضي أيامك في الحجر؟ وهل تتابع الأخبار عن موريتانيا وتتواصل مع الأهل؟ والله هو أخبار موريتانيا نجبر أخبارها بكلمها، أشوف أخبارها في فيسبوك وياسر نشوف الناس تتواصل معه، يقرأ الحقيقة أكثر اللي تشوف والله تسمع من الشائعات ما هم شيء أكيد، وإن شاء الله توي يصير وأنتم مدعمين الناس السالكين. منزل رسالة إن شاء الله، وهلي والله إن شاء الله من متواصل معهم يوميا الحمد لله رب العالمين، والحمد لله ما يحس بشي ما شاء الله، وكلنا نعطيهم أخبار. بصراحة هل حاولت خرق الحظر؟ ما أنا الله ما قد حاولت أني نهرب من الحجر المنزلي وإيش والله نمر الحقيقة نمر إلى الدروة لا مسألتين لا إمام ماشي نشري شيء يعطي نشري والله ماشي نأنترين المرشة مع المرجع ماشي تو أنا هكذا نتدر مع أنا ما قد أدت. متى تتوقع عودة النشاطات الكروية في فرنسا؟ ووقت يبدو في نشاطات هون ما بتعرفوا مالي ده حسب الكلام اللي يقولوا يعني ده 15 مي يبدو نرجعوا التدريبات وهذا وإن شاء الله يبقى كامل بالخير ونرجع التدريبات وترجع الناس كامل حياتها كما كان إن شاء الله. هل تقوم بتدريبات منزلية للحفاظ على لياقتك؟ والله مولي والله نقوم بتدريبات لكن حافظ على لياقتي البدنية كل نهار أنترين والله ندرب زيادة في الدهر ومرات المريض يجري والناجم اللي يتلفن إلى الأسبوع مرتين ندربه بلاصة كامل يتلفن إلى كامل بلاصة وندربه. ما هي النصائح التي توجهها للاعبين الشباب والجمهور الرياضي في هذه الظرفية؟ واللاعبين ننصحهم عنهم يحاولوا كامل انهم من اي وقت واحد منهم قد يمشي يشري والله يعدلين في الدار يعدلها بما ان هذا الظروف حالا النوادي كاملين ما مسموح لهم بتدريب جماعي ويحاولوا كل حد منهم قد يعدلين يعدلها يعني خسر عليه شيء لقد يحاولوا شوي على الاقل اللي يرجع التدريبات وقد يرجع بالعجل المستوى الكامل. هل ساعدتك فترة الحجر المنزلي على تعلم الطبخ؟ لنقول أنك طباخ ماهر. ماني قايل بيلي لا ذاك المزيد كنت نعرف ولا مزيد نعرف ماني قايل نقرأ فيه شيء يعني قايل لي أنا ما كنت نصي ياسر حتى مقلل شوي والله. السلام عليكم ورحمة الله، معكم حالا الشيف علي شوقا لباس شيء اتصال طبعا واحد. المهم رأينا وصلنا مرحلة الطبخ ولا النصب زبا نصيبنا نحن في حسانية. الحقيقة هاي وظروف حالا نمر بها الوباء كورونا
ما نقول انه ساعدني حتى في المنصب، لا كنت نعرف المنصب زدت لانه هو نعرف مع بطرش باني كمان نصب حتى ياسر الايام به اللي مقلل شوي في نعم 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 هل يمكنك خوض التحدي معنا في نهاية البرنامج بتمرين رياضي أو حركات رياضية لمدة 90 ثانية؟ وموافق على تحديكم اللي قلتوا اعطيتوني، يعني تحدى كان موافق على التحدي 90 ثانية في نهاية البرنامج، رأي انه موافق لي، وانا زاد من اللي نتحدي فيه واحد معكم ينقادوا شكونا ومتحدي أنا، والسلام عليكم.